السلام عليكم، أنا محمد سلام وهنا هتلاقوا الشغف. التعليم والعنصرية. يتساءل الكثير من المعلمين في العالم الذين أحزنهم الأحداث الأخيرة، ويتساءلون عن كيفية العمل من أجل التغيير في مجتمعنا ومدارسنا، حيث تشير الاحتجاجات في العالم بشأن مقتل جورج فلويد إلى أن الناس في كل العالم يبدون مهتمين. هذه أوقات مظلمة، ولكن إذا كان هناك أي شيء يدل على الأمل في الوقت الحالي هي أن العديد من المعلمين يفكرون في كيفية محاربة العنصرية. فقد سجلت العديد من عبارات البحث على الإنترنت كالتالي: أنا معلم، من أين أبدأ؟ كيف يمكنني أن أقدم المساعدة؟ ماذا لو أخطأت؟ بالنسبة لي كمعلم، فإن هذه الأسئلة تثير الأمل. العديد من المعلمين في العالم يتبنون فكرة أن الكفاح من أجل العدالة يجب أن يكون مهمة الجميع، لكن محاربة العنصرية هي مهمة كبيرة، والتحدي هو مواجهة المعلمين للعنصرية مع حقيقة تخطيط الدروس ومعيد الاختبارات ومع كل المهام الأخرى التي لديهم. ماذا يمكن للمعلمين أن يفعلوا؟ خطوات عملية. أولاً، القراءة. حتى إذا كان لديك 10 دقائق فقط، يمكنك المساعدة في إنشاء فصل دراسي أكثر إنصافاً. وهناك العديد من مواقع الإنترنت لتخطيط الدروس والوحدات حول العدالة. وفي البداية، تدريس التسامح هو الموضوع المثالي، سواء كنت ترغب لتعليم التسامح من خلال القراءة مع المتعلمين الصغار أو التخطيط لحملة عمل اجتماعي مع طلاب المدارس الأكبر في السن. ثانياً، المشاهدة. يمكنك تحسين الكفاءات الثقافية والتعرف على مسألة العنصرية والتسامح من خلال موقع اليوتيوب، والتي ستجيب على عدد غير قليل من الأسئلة حول قضايا العدالة الاجتماعية، ربما تتضمن بعض الأسئلة التي لم نكن نعرفها حتى. من خلال تحليل الطلاب لهذه المقاطع سنعالج القضايا الحقيقية المحيطة بالعنصرية والتحيز وقضايا العدالة الاجتماعية التي تنشأ داخل العديد من المجتمعات. ثالثاً، الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي. يمكن أن يكون هذا أيضاً طريقة مهمة جداً لمعرفة المزيد عن ثقافة الغير والاستراتيجيات المناهضة للعنصرية، والتدريس من خلال عدسة واعية اجتماعياً. رابعاً، اتخاذ إجراء عملي. يجب التخطيط لوحدات دراسية تدعم فكرة التطوع بالطريقة التي تجدها أكثر صلة لتحقيق الهدف. يعد العمل الاجتماعي طريقة رائعة لإشراك الطلاب، مما يضاعف تأثيرك وتحقيق الهدف. وأخيراً، النظر إلى نفسك، وربما الأهم من ذلك استخدام مفكرة لتسجيل وعرض مشاعرك الشخصية حول العنصرية، أو قراءة الكتب التي تقدم منظوراً عن الظلم والتحيز. ستؤدي هذه الاستراتيجيات إلى إحداث تغيير إيجابي، ومع تدفق الهائل للدعم من المعلمين الذين يريدون الاستماع والتعلم ومعرفة كيفية القيام بعمل أفضل، الكثير منهم يفعلون بالفعل أشياء مذهلة مع الطلاب. هؤلاء هم الأمل، هؤلاء هم الأمل في مكافحة العنصرية وإحداث التغيير الدائم. شكرا جزيلا، أشوفكم المرة الجاية.